يا أخي. شكرا شكرا والله. وش أقول يا أخي، والله العظيم فاجأتوني، ألف شكر. أنت في المجد لك رأس السلام وعزة الناس عند أوطانها. رحبوا معنا على المسرح بفرساننا متسابقين من الحلقة السابقة. تحية كبيرة لخالد الحواكم. قدمتوا أجمل ما عندكم أمام السادة أعضاء لجنة التحكيم اليوم، وبوجود ضيوف ما شاء الله بهذا الحجم، صاحب السمو الملك الأمير بدر بن عبد المحسن وشاعرنا سعد علوش. صوب الكويت ولا صوب السعودية؟ كلنا أخوان وحبايب، ولكن المتأهل كويتي من زيد الوسم المطيري. هذه للأمانة ثقة كبيرة من اللجنة، مرة ثانية على التوالي عشان يكون قدها إن شاء الله. مرسيدس 90-560 أبيض، ومن داخله مخمل رمادي. أول ندور على الأبواب يدين، وذا الحين الأبواب تفتح دون ياض.